بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد قضى الله سبحانه وتعالى بعدله وحكمته بوجود العداوة بين الإنسان والشيطان، واستمرار هذه العداوة جيلا بعد جيل في من كان من بني الإنسان، ومن كان متابعا للشيطان صار من جنده، فصار شيطانا مثله والعياذ بالله. وهذه القضية من أعظم القضايا أهمية في حياة الإنسان، أن يعرف من وليه ومن عدوه، من يوالي ومن يعادي، لأن الشيطان يريد أن يخدع الناس كما خدع الأبوين حين أمرهما بالأكل من الشجرة وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. يريد أن يخدع الناس حتى يتخذوه وليا وهو أعدى أعدائهم، وحتى يصير أولياؤه كذلك، يتخذهم الناس أولياء لهم وهم أعدى الأعداء. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقد كانت قضية العداوة من أوضح ما يلازم قضية الإيمان في حس أهل الإيمان على الدوام، حتى دخل النفاق والعياذ بالله، وتدثر المنافقون بلباس الإسلام، فصاروا يقولون عن أعداء الإسلام والمسلمين الأصدقاء والأولياء والأعوان. وصار دخول الشيطان إلى مجتمع المسلمين من خلال هؤلاء أعظم بكثير من كل الأثر الذي يفعله أعداؤهم المعلنين بالعداوة. وهذا الأمر من أسباب الهلاك والعياذ بالله. أعني أن يتخذ العدو وليا، كما ورد في زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن أبي بن سلول وهو يحتضر، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أهلكك حب يهود حين اتخذهم أولياء، وحين ترك عداوتهم وهم أولياء الشيطان، وهم في الحقيقة قد فقدوا إنسانيتهم حين اتخذوا الشيطان وليا، وحين اتبعوه في الكفر وتكذيب الأنبياء ومخالفتهم واتباع غير سبيل المؤمنين. وكثير من الناس يصبح شيطانا رجيما مع أن خلقته في الأصل خلقة آدمية. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى شياطين الإنس قبل ذكر شياطين الجن في عداوة الأنبياء، فقال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. والله سبحانه وتعالى
قد بين للإنسان من أول يوم نزل فيه إلى الأرض أن الشيطان له عدو، بل قد بين له قبل ذلك حين قال، حين أبى إبليس أن يسجد فقال عز وجل: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وأما حين أهبط آدم فقد كرر سبحانه وتعالى البيان للإنسان لآدم وبنيه، لآدم وزوجه وبنيه، ليعلموا عداوة إبليس. قال سبحانه وتعالى: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. أخبر الله سبحانه وتعالى آدم حين أهبطه إلى الأرض وزوجه وأهبط إبليس كذلك قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. فهذه العداوة بين آدم وذريته وبين إبليس مستمرة إلى يوم القيامة. وقد قال سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ومع ذلك فأكثر الخلق قد اتخذوه وليا فتشيطنوا، صاروا شياطين حين اتخذوه وليا. وذلك أن أصل الخلقة لا تؤثر إذا كانت الأعمال والصفات على خلافها. فأصل خلقة الإنسان إلى آدم عليه السلام، ومع ذلك فحين اتصف بعض بني آدم بصفات الشياطين وعادوا بني جنسهم وعادوا بني الإنسان حين اتبعوا الشيطان صاروا من حزب الشيطان وصاروا منه في حقيقة الأمر، وصاروا والعياذ بالله عدوا على الإنسانية كلها. فأعداء الإنسانية هم دعاة الكفر والشرك ودعاة النفاق ودعاة الفسوق والضلال الذين يريدون أن يخرج الناس عن شرع الله سبحانه وتعالى. هؤلاء أعداء الإنسانية، أعداء البشرية كلها، وإن زعموا أنهم لها من الناصحين. وهذه القضية من أعظم القضايا خطرا، جعلها النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عور الإيمان، فقال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما فقد قال أوثق عور الإيمان: الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. وقد أصبح عامة مؤاخاة الناس اليوم على أمر الدنيا، وذلك لا يغني عن أهله شيئا، أو كما قال رضي الله عنه: قضية عظيمة الأهمية لا بد أن نستحضرها على الدوام، عداوة إبليس وجنده، عداوة إبليس وحزبه من الجنة والناس، والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى منهم
والاستعاذة به منهم، والحذر أن يتحول الإنسان بباطنه إلى أن يكون شيطانا رجيما، وإن كان في الصورة إنسانا سويا. والله سبحانه جعل مسخ القلوب حاصلا في طوائف من البشر بعبادة الطاغوت. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فمن عبد الطاغوت ممسوخ الباطن شر ممن مسخ ظاهره قردا أو خنزيرا، والعياذ بالله. وما أكثر من يعبد الطاغوت، يعبد الشيطان، ويعبد من يدعو إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى، ويدعو من ينسب لنفسه حقا من حقوق الربوبية أو صفة من صفات الإلهية، أو ينسب لنفسه صفة الرب سبحانه وتعالى فيدعي أنه مستحق لما وجب من صفة الرب عز وجل من الكمال والجلال والعظمة والكبرياء والمجد، فيجعل نفسه معبودا من دون الله متبوعا على غير هدى من الله، فيصير طاغوتا يعبد، إلها يعبد من دون الله بالباطل، والعياذ بالله من ذلك. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. لا بد أن نظل مستحضرين عداوة إبليس إلى اللحظة الأخيرة من الحياة. يذكر أن الإمام أحمد وهو في احتضاره جعل يقول لا بعد لا بعد، فلما أفاق قال له ابنه ما تقول يا أبي؟ لا بعد. فقال أو ما شعرت يا بني؟ إبليس يقف عند رأسي ويقول فتني يا أحمد، فيقول لا بعد لا بعد. وجد من نفسه من يقول له قد فت الشيطان وغلبته وقد تمكنت من النجاة، فيقول لا بعد إلى آخر لحظة من الحياة. هذا الاستحضار لعداوة الشيطان يجعل الإنسان دائما على حذر، يجعله على حذر من مكره وكيده ومن وسائله التي بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه. فقال اخرج، قال سبحانه وتعالى، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد، وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ننتبه أعظم الانتباه أن الشيطان له صوت، وهو كل صوت يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، كل كلام يدعو إلى الباطل فهو من صوت الشيطان. واستفزز من استطعت منهم بصوتك، وأجلب عليهم بخيلك، وهو كل مركب في معصية الله، كل من سار بما يسره الله له من الدواب أو من الآلات سار إلى معصية الله وإلى الكفر وإلى الشرك وإلى الصد عن سبيل الله فهو من رجل الشيطان ومن خيل الشيطان. وكل من مشى في معصية الله برجله فهو كذلك، الماشون في الأرض بالفساد الذين يسعون للصد عن سبيل الله، هؤلاء من رجل الشيطان. وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال، كل كسب حرام وكل نفقة في حرام، فالربا من مشاركة الشيطان، والميسر من مشاركة الشيطان في الأموال، وكذلك الغصب والظلم وأكل المال بالباطل وأنواع العقود المحرمة، كل ذلك من كيد الشيطان ومن مشاركة الشيطان. ومشاركة الشيطان في الأولاد، وشاركهم في الأموال والأولاد في أن ينشأوا على غير مرضات الله وعبادته. وكل من أراد أن تنشأ ناشئة المسلمين أو حتى ناشئة غيرهم على أنواع الكفر والفسوق والعصيان فهو ممن يجعل الشيطان يشارك بني آدم في أولادهم. وكم عبدوا لغير الله حقيقة أو اسما، فالذي يسمي عبد الحارث وعبد الكعبة وعبد النبي من مشاركة وعبد الحسين ممن
يعظم مشاركة الشيطان لهم في الأولاد إذ عبدهم لغير الله، وأفظع من ذلك ليس مجرد التسمية بل الذي يعبدهم فعلا لغير الله، فيهودهم أو ينصرهم أو يمجسهم، ينشئهم على عبادة البقر والتماثيل والأصنام والصلبان وغير ذلك، وعبادة الطواغيت من دون الله. من ينشئ أولاده وأولاد غيره على ذلك فهو ممن يساهم في مشاركة الشيطان للإنسان في الأولاد. وأما الذي ينشئ أولاده على مرضاة الله وعلى طاعته فهو الذي يحاول أن يبتعد عن مشاركة الشيطان له في الأولاد. وهذا كله مما إذا استحضر الإنسان عداوة إبليس، إذا استحضر عداوة حزب الشيطان بجملته وعلم وسائله ومكره ووعده الكاذب، عند ذلك يحذر على نفسه وعلى أهله وأولاده، فيقيهم نارا وقودها الناس والحجارة بتعليمهم وتأديبهم وإرشادهم، وأن يعلمهم أن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وأخطر هذه أخطر ما أخطر أخطر مظاهر هذه العداوة وأنواعها أنه عدو من حيث لا تراه ولا تشعر به، ومن حيث يوسوس لك في باطنك، ومن حيث وجود عملاء له في صورة البشر، في صورة الناصحين الذين يقسمون على النصح وهم في حقيقة الأمر من الأعداء. وهذا كله يقتضي مزيد الحذر ومزيد المعرفة بمكر الشيطان ووسوسته، والحذر من تلك الوسوسة بحراسة الخواطر وحراسة السمع والبصر وحراسة الأهل والأولاد، أن تكون حارسا مانعا من دخول الشيطان ليحتل قلب الإنسان أو ليحتل بيته أو ليحتل مجتمعه هو وجنده الذين صاروا شياطين وإن كانوا في صورة الإنس. لذلك كانت قضية الولاية والعداوة مع الشيطان وجنده قضية عظيمة الارتباط بالإيمان. ولذا كان من يتولى أعداء الله عز وجل منهم وإن كان في الصورة مسلما، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا: أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فهذه القضية العظيمة الأهمية التي لابد أن تظل حية في قلوب أهل الإسلام، وأعداء الإسلام يتربصون بهم فيها ويتبعون الكرة بعد الكرة في محاولة هدمها في قلوبهم ومحاولة التسوية أولا بين الإسلام وبين الكفر، وثم بعد ذلك في تفضيل الكفر على الإسلام بل ومحاربة الإسلام بكل طريق. فلو نظرت إلى الحرب الدائرة على الإسلام في بلاد المسلمين وعلمت من الذي يديرها من أهل النفاق والزندقة والعياذ بالله، حتى صار من ينتسب بعض من ينتسب إلى الدين يخبر أن أهل الملل الأخرى ليسوا من الكافرين، في نفس الوقت والعجب العجاب أنه يقول أن العصاة من الموحدين سوف يخلدون في النيران. فجمع الشرور كلها، يجمع بين المتناقضات ويزعم أنه من الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، وينشر هذا وسط الناس ليحدث مزيد البلبلة ومزيد
مزيد النشر للكفر واتخاذ الأعداء أولياء. هذا يقول عن وهو يزعم أنه يدعو إلى الإسلام، يخبر ويقول: عصاة المسلمين مخلدون في النيران، وأما اليهود والنصارى والمشركون فلا نستطيع أن نكفرهم، هم ناجون عند الله. أفهذا يدعو إلى الإسلام أم يدعو إلى الكفر والعياذ بالله؟ إذا كان الإنسان إذا عصى الله وهو مسلم خلد في النيران، ولا شفاعة ولا مغفرة لما دون الشرك، وفي نفس الوقت الشرك والكفر ليس بكفر ولا بشرك، أفلا يحبذ هذا عند الناس أن يكونوا يهودا أو نصارى أو مشركين والعياذ بالله، وينفرهم أن يكونوا مسلمين ويزعم بعد ذلك أنه من الدعاء؟ قضية الولاء والعداء قضية خطيرة، من أعظم القضايا أهمية، ولا بد أن تكون راسخة في القلوب. فكم من الناس يزعم أنه لا فرق بين الإسلام وغيره، وبين المسلمين وغيرهم، وبين المسلمين لا فرق بين المسلمين والكافرين، فالكل سواء، والملل في جوهرها واحدة كما يزعمون. وهذا من الردة عن الدين والمناقضة لصريح القرآن، وهذا يؤدي إلى أن يتخذ الأعداء أولياء، أن يتخذ الشيطان وحزب الشيطان أولياء من دون الله سبحانه وتعالى، ثم من دون المؤمنين، وهذا مقتضي للهلاك والعياذ بالله. إذا كان حب اليهود مهلك، فكيف يكون حبهم ومناصرتهم ومعاونتهم والسير في ركابهم؟ والكل يعلم كم عداوتهم لأهل الإسلام وأذيتهم لهم وانتهاكهم لحرماتهم، فكيف بأن يكون ذلك الحب عاما لكل الملل الكافرة والعياذ بالله وأهلها؟ أين هذا من الانتباه إلى ما نبهنا الله وبين لنا في كتابه: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. إلى حين أن يرحل كل واحد منا فتأتيه ساعته، وإلى حين أن تأتي الساعة الكبرى، القيامة الكبرى للخلق جميعا. فهذا الحين الذي ذكر الله عز وجل حين خاص وحين عام. لنا في الأرض مستقر نستقر عليها، قد جعلها الله عز وجل لنا مستقرا، نجد فيها حاجتنا، ونجد فيها معاشنا، ونجد فيها أرزاقنا بفضل الله عز وجل، هو جعلها كذلك. ومتاع نستمتع به، ما يستمتع به الناس من أنواع اللذات قد جعله الله في الأرض، وهو في حقيقة الأمر حلال طيب لأهل الإيمان، وليس بحلال لأهل الكفر، لأنهم حين استغلوا نعم الله عز وجل في معصيته لم يستعملوا نعم الله في موضعها، فيأثمون بما أخذوا من نعم الله عز وجل إضافة على كفرهم. لأن الله إنما خلق لنا كل هذه الأشياء لنستعملها في عبادته وطاعته لا في معصيته، فمن استغل نعمة الله عز وجل في معصيته والكفر به والصد عن سبيله فهو آثم في ذلك، ليست حلالا له. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل: هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، هي لهم في الدنيا حلال طيب لأنهم يستعملونها في طاعة الله، وإن شاركهم غيرهم فيها في الدنيا إلا أن أهل الإيمان أخذوها بالحلال، والكفار أخذوها في معصية الله عز وجل فلم تكن لهم حلالا، وتكون خالصة لأهل الإيمان يوم القيامة. كل ما كان متاعا طيبا يكون لأهل الإيمان في الجنة منه خالصا لا يشاركهم فيه غيرهم. قال الله عز وجل: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. كما ذكرنا الحين حين كل إنسان منا حين يموت، وحين البشرية كلها حين تأتي نفخة الصعق الفزع ثم الصعق ثم نفخة القيام لرب العالمين. فأما ما قبل ذلك فيستمتعون، لكن أهل الإيمان يستمتعون بالحلال، وأهل الكفر يستمتعون بالحرام، فضلا عما حرم الله عز وجل عليهم، فإنهم يستمتعون بما يضرهم فيجدون ضرره وألمه وشقاءه في دنياهم قبل آخرتهم.
قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. لابد أن ننتبه إلى قضية الموت والحياة، فها نحن نأخذ دورنا على ظاهر الأرض سنوات معدودة، قل أياما معدودة، ليست إلا لحظات نرحل بعدها وندخل إلى باطن الأرض. قد أتينا في وقت لا ندري عنه شيئا ولم نستشر فيه، وكذلك نرحل ونموت في وقت لا ندري عنه شيئا، لا نستشر ولا نخبر به قبله، وإنما يأتي بغتة. فهذه قضية الموت والحياة، الله جعلها لنا ليبلونا أينا أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. لا يملك الإنسان من نفسه شيئا، لو تدبر ما في باطنه من أنواع الآيات أنه لا يملك شيئا على الإطلاق، جراد الدم في عروقه، دقات قلبه، حركات عضلاته وأعصابه، لا يملك من ذلك شيئا. وإن كان يبدو في صورة المالك المتمكن، إلا أنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فعند ذلك يدرك أنه ممتحن، أتى إلى الأرض، أهبط إليها، يأخذ دوره كجزء من بني البشر، كواحد منهم يأخذ دوره على ظهر الأرض، ثم يموت ويرحل، ثم يأتي يوم الإخراج. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. تأمل كم نودع كل يوم إلى باطن الأرض من كان على ظهرها بالأمس. لا يأتي يوم على الناس إلا وهناك من يولد وهناك من يرحل ويموت ويعود إلى باطن الأرض كما أن الله خلقهم منها أعادهم فيها. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. يمن الله علينا بما أنزل علينا من النعم وما يسر لنا من الستر. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، يواري عوراتكم. وقد ذكرنا أن العورة سميت سوءة لأنه يسوء الإنسان كشفها، وهذا من المنن التي لا بد أن نحافظ عليها. وأما الريش والرياش فهو ما يتجمل به، فالثياب ضرورة وتحسين، ضرورة وكمال، الضرورة ما يستر العورة، وأما التجمل فهو تحسين، وأكثر الناس يبحثون عن التحسين وربما أهملوا ستر العورة، بل صار عندهم من الجمال ومن الحسن كشف العورات والعياذ بالله. وهذا من اتباع سبيل إبليس واتباع كيد الشيطان، أن يصبح ما أنزله الله من الثياب وهو نعمة وسيلة إلى كشف العورات والعياذ بالله بالثياب الضيقة أو المكشوف جزء من البدن من خلالها. فالتبرج من كيد الشيطان ووسائل الشيطان لإيقاع بني البشر في حبائله والعياذ بالله. فأما أهل الإيمان فيعلمون أن الله سبحانه امتن عليهم بستر العورات وهو يوافق الفطرة السوية. والإنسان إذا لم يجعل له ما يستر به عورته تدمرت نفسيته وذهب نور قلبه. ولذلك كان العري والفساد والتبرج والفحش خصوصا أمام الناس من أعظم ما يدمر المجتمعات، وهو ينافي الفطرة الإنسانية السوية بالكلية، ولا يحصل إلا من مريض أو ميت القلب بالكلية، نسأل الله العافية. وإذا كان كشف العورة ولو سرا لمن لا يجوز كشفها من أعظم أسباب ذهاب نور القلب، فكيف بكشفها في الطرقات أمام الناس أو كشفها أمام وسائل تنقل الصورة إلى الآخرين؟ فإن ذلك من أعظم الضرر. لذلك يجب على كل رجل وامرأة أن يحذر على نفسه من كشف العورات أو النظر إلى العورات المكشوفة، فإنه من أعظم حيل إبليس. والله سبحانه قد من علينا بالثياب التي لابد أن نشكره سبحانه وتعالى، فنلبس الحلال ونتجمل به بما أحل الله عز وجل لنا، دون أن يكون ذلك
عبودية للقطيفة والخميصة دون أن يكون البحث عن الجمال سببا لبيع الدين بعرض من الدنيا، فإن التعاسة من وراء ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. فعبودية القطيفة والخميصة قديمة في البشرية، ذلك أنهم جعلوا الجمال الذي يتجمل به أمام الناس هدفا لذاته وليس وسيلة إلى ما يحب الله عز وجل من إظهار أثر نعمته على عبده، إنما جعلوه هدفا لذاته يباع من أجله الدين. بعضهم باع دينه بالكلية فصار عبدا كامل العبودية للدرهم والدينار والقطيفة والخميصة، ومنهم من باعه جزئيا فصار شركا أصغر، فصار في شرك أصغر حين عصى الله عز وجل من أجل القطيفة والخميصة. نسأل الله عز وجل أن يستر عوراتنا وأن يؤمن روعاتنا، وأن يحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمته أن نغتال من تحتنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كما أن للإنسان عورة ظاهرة أنعم الله عز وجل عليه باللباس ليسترها، كذلك له عورة باطنة في نفسه وحاله وقلبه، وهي عورة الظلم والجهل. فالإنسان ظلوم جهول، إلا أن يعلمه الله وإلا أن يوفقه للعدل. أنزل الله عز وجل علينا ما نواري به سوآتنا الظاهرة، وكذلك أنزل علينا ما نواري به سوآتنا الباطنة. أنزل علينا من العلم والعدل ما يستر عورة الجهل والظلم. قال الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات، وكان الله غفورا رحيما. كان الإنسان ظلوما جهولا حتى يعلمه الله ويعدل، يوفقه للعدل، يجعله عادلا بدلا من الظلم. الله سبحانه وتعالى أخرجنا من بطون أمهاتنا غراه، وأخرجنا كذلك لا نعلم شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فالله سبحانه وتعالى أنزل علينا من الإيمان ومن الوحي الذي يتضمن الإيمان والعمل الصالح ما يوارى به سوءات العباد الباطنة، ولذا امتن الله علينا بذلك مع الامتنان بستر العورات الظاهرة. فقال عز وجل: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. قال غير واحد من السلف: لباس التقوى الإيمان، وقالوا العمل الصالح، وقالوا خشية الله عز وجل. تنظر فترى أن ما ذكروه يدور حول ستر العورة الباطنة. لباس التقوى، التقوى لباس يستر الإنسان، يستر عوراته الباطنة، فيصبح عليه من الجمال والهيبة وحسن السمت والهدي والدل ما يتجمل به في الناس كما تجمله الثياب الظاهرة. ولذلك كان نور الوجه الذي يحصل لأهل الإيمان جمال حقيقي لا يمكن أن يخطئه من كان في قلبه نور الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبوحيه المنزل. فلباس التقوى، التقوى لباس يستر الإنسان به عورته الباطنة، يظهر ذلك في نور وجهه بالطاعة، فإن الحسنة نورا في الوجه، نورا في القلب، وضياء في الوجه، وسعة في الرزق، وقوة في البدن، ومحبة في قلوب الخلق. وإن للسيئة والمعصية ظلمة في القلب، وسوادا في الوجه، وضعفا في البدن، وضيقا في الرزق، وبغضة في قلوب الخلق. السمت الحسن، الهيئة الحسنة، الخشوع وخشية الله تظهر
على سمة على أهل الإيمان. قال الله عز وجل: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. هذا أمر يظهر لأهل الإيمان، وإن كان لا يمكن أن يخطأ في حقيقة الأمر، لكن أكثر الناس صارت بصائرهم في عمى، فصاروا لا يرون إلا الجمال الظاهر فقط، وعند التحقق يملون هذا الجمال ويبغضونه ويكرهونه. فكم من مصاحب لامرأة مثلا يظنها جميلة لا يستمر معها أسبوعا أو أسبوعين، ثم يملها ويبغضها ويفارقها، ويحصل بينهم من العداوة ما بينهم بسبب الفساد والفجور. فإن المعاصي تبغض العبد إلى خلق الله عز وجل أثرا من بغض الله عز وجل له، فلذلك يبغض بعضهم بعضا بعد حين يسير، ولا يصبح الجمال الظاهر ولا الفتنة الظاهرة بالثياب وبما كشف من العورات سببا لجلب المحبة، وإنما هو سبب لجذب النفس البهيمية والشيطانية في قلب الإنسان. هذه النفس مهيئة لأنواع من الشبه، يمكن أن تشبه أنبياء الله سبحانه وتعالى وملائكته في عبادتهم لله، فتصبح نفسا إنسانية ربما تعلو على النفس الملائكية. وهناك نفوس بهيمية تشبه الحيوانات تسير وراء الشهوات، وهناك نفوس شيطانية تسير وراء الكبر والعلو والفساد في الأرض وحث الناس على المنكر ونهيهم عن المعروف وصدهم عن سبيل الله عز وجل. فهذا الجمال الظاهر الذي يرى على وسائل الإفساد في الأفلام وفي مواقع النت وعلى صفحات الجرائد والمجلات، جمال هو في الحقيقة قبح عند من عنده بصيرة، عند من في قلبه نور يرى قبح هذه الوجوه، شاهت وقبحت. وهذه الأبدان العارية في الحقيقة مشقية لأصحابها ولمن ينظر إليه، ووالله إن الشقاء لا ينض ويظهر من عيونهم ومن وجوههم، وآلام الكفر والمعاصي بادئة على صفحات الوجوه، لكن أكثر الناس لا يعبأ. كما تنظر البقرة مثلا إلى من حولها لا تعرف جمالا من البني البشر ولا قبحا، لأنها نفس حيوانية نفس بهيمية، فلذلك أكثر الناس لا ينتبهون، لأنهم صاروا والعياذ بالله كهذه الأنعام حين تلذذوا بهذه المحرمات والمعاصي والمنكرات، أو صارت نفوسهم شيطانية حين رغبت في نشر ذلك في العالم، وصارت عونا لإبليس على ما يريد من إضلال بني آدم بكشف عوراتهم وإشقائهم. كشف العورة بلا شك شقاء لا شك في ذلك، وكذلك نشر الجهل والظلم فساد وشقاء في الأرض لا شك في ذلك. لا تحصل السعادة للإنسان إلا بستر عورته الظاهرة باللباس الطيب بما يستر به عورته التي بيّن الله عز وجل له كيف يسترها تفصيلا في كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبيّن من يجوز أن يظهر له عورته للحاجة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: احفظ عورتك إلا عن زوجك أو ما ملكت يمينك. قال سبحانه وتعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وتأمل وقارن، إذا كان ضرب المرأة برجلها ليسمع صوت خلخالها منهيا عنه في القرآن، أفترون ما تلبسه النساء اليوم من الملابس الضيقة والبنطلونات التي تكشف أكثر مما تستر، والملابس التي تجعل المرأة كأنها عارية، هل هذا مما يبيح الشرع؟ وتريدها في نهاية الأمر قد وضعت على شعرها
غطاء تظن أنها بذلك محجبة، وهي في الحقيقة متبرجة أشد من تبرج الجاهلية الأولى. وإن لله وإن إليه راجعون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ما يستر العورة وما يتجمل به. ولباس التقوى ذلك خير، لباس التقوى الإيمان والعمل الصالح يستر عورة الإنسان الباطنة ويضفي عليه على وجهه من السمت الحسن والنور في الوجه ما يعرفه أهل الإيمان. ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بالتذكر، وأن يمن علينا بالفهم لكتابه والتدبر لآياته وحسن المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اليهود والنصارى والمنافقين وسائر أعداء الدين. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم نجي المحاصرين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم نجي المسلمين في غزة. اللهم نجي المسلمين في العراق وأفغانستان والشيشان والصومال وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم، واهديهم سبل السلام، واخرجهم من الظلمات إلى النور، واجعلهم هداة مهتدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك والدعاة إليك في كل مكان. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أخير الصلاة.